إذن هذا كان موجود. هون الصف هون نختار نقول عن مولي ندي ساعة عن محمد بوعماته شعبيته كبيرة في الموالاة معارضة شعبيته فيها ما كبيرة ما تجبر معارضين تقليديين ولا معارضين كيف تمولوا لشباب معارضة يقابل بالمقابل الموالاة الوجوه السياسية والنخب السياسية نظرا الماضي هو اللي كان دائما كان رجل أعمال مع السلطة دائما أظهره الناس زين وبالتالي فهم راجل عنده قبول والناس تعرفه وبالنسبة لها جهة مشابهة مهم المشي فيها هذا قطعا عنه انعكس قيمة محمد بوعماته المعنوية من عكسه ما هو على الشيوخ وحدهم من عكسه على ياسر من اللي قالوا الأغلبية المتمردة اللي انتم ما شفتوها والشيوخ لا ظاهرة الشيوخ لا انعكاس قال الشيوخ سبب رفضهم وسبب الذي معدلين اللي هم يقعدوا في صالونات وعندهم أهل الناس بالنسبة لها مال والله فيها شيء يتعود ماي كاملة يقعد فيها شيء مال ومتمرد على النظام هذه الحقيقة أولاً مدي المشكلة بالأنظمة إنها الأنظمة اللي كيف نظام موريتاني الناس تتمرد عليه دائماً يتم طاح عليها ليه لأن هم الخوف وهم الطمع.